تفضل العائلات الجزائرية تختين أطفالها في شهر رمضان، خاصة في ليلة القدر المعروفة بليلة 27، لما لها قدسية في المجتمع القسنطيني والجزائري عامة. فهو تقليد راسخ في مخيلة العائلات والأسر التي تنتظر بشغف حلول شهر رمضان الفضيل، فأصبح بذلك من التراث الشعبي لما له من عمق اجتماعي وبركة في الشهر العظيم. في زاوية من زوايا قسنطينة كان العرس الصغير كبيرا بكل المقاييس. ربط عملية الختان بشهر رمضان لها بعد ديني روحي خالص، لكونها ارتبطت بالسنة النبوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: الختان من الفطرة الخمس. أجلها ولولا حب محمد. الله الله بمثابة عرس صغير يكون فيه الطفل محل اهتمام الجميع والأهل تحديدا. فالختان رمز ودلالة تتعلق بالذكورة عند الطفل دينيا واجتماعيا. في إطار إحياء ليالي رمضان، عمدت مديرية الثقافة وكل المؤسسات تحت الوصاية لإحياء هذه الليالي
أنشطة موجهة للعائلات، أنشطة تراثية نظرا لكون يعني تزامن شهر التراث مع شهر رمضان. الحفلات هي حفلات عائلية بامتياز، عبارة عن ملوف عيسى وإنشاد، وكذلك بعض الأنشطة الموجهة كذلك للأطفال، ولا سيما البرامج التي أنجزت عبر بلديات الولاية بدعم من السيد والي الولاية، بالإضافة إلى المؤسسات تحت الوصاية ولا سيما دار الثقافة. وكما تلاحظون حتى أن نشاطنا بدار الثقافة خرجناه من القاعة إلى هذا البهو لسببين: أولا لخلق جو عائلي من جهة، ومن جهة أخرى لتباعد. كان فيه إقبال كبير من طرف العائلات القسنطينية، وهذا نظرا لأنه كون يعني العائلات لم تحضر مثل هذه الأنشطة منذ سنة، نظرا لكون يعني الحجر اللي كان بمناسبة نقولوا وباء كورونا. كذلك يعني فيه توافد كبير ومشاركة كبيرة لفنانين الولاية والجمعيات، والحمد لله احنا نتمنى يعني هذا التوافد وهذا الاسمو يبقى يعني ان شاء الله مستمر ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. احتفالية الختان او الطهارة كما نراقبها نحن القسنطينيين، سهرة فنية متنوعة تقام على انغام الزرنا والطبل او الهدوة او غيرها من الفرق العيسوية، من مدح وابتهالات وحتى بقالات وتوزيع للهدايا. جمعية جسور لمدينة قسنطينة كانت السباقة كعادتها في هكذا فعاليات. قسنطينة عطينا تصفيقة حارة. هادو ناس الخير، هما داروا السبب باه نجوا هنايا. السهرة ما فيهاش غير الإنشاد، عندنا بقالات، وتسمحوا لنا بالك لي فامي كامل ما يكفوش، وكنصيب واحد من قسنطينة يجي هو يخير، ولا نبغي نخير أنا واحد سولا دروات واحد سولا غوش. كاين واحد سيس ولا سات كادو، يمكن لي فامي ما تزعفوش علينا. دوك نقرب لكم الميكرو يا الحاجة، دوك نقرب لك الميكرو ونعطيك البقالة تاع لا فامي تاعك ونقراها. أعطونا تصفيقة للعائلة الأولى اللي شاركت معنا. الاسم العائلة غزغوز، يوسف غزغوز يوسف. أي أعطونا تصفيقة على غزغوز يوسف، لا بريمير فامي اللي شاركت معنا. البقالة تاع لا فامي تاعك قلنا تمشي ناس وتجي ناس ويبقى طاعة الله ورضاية الوالدين تاج. الله يجعل البركه ان شاء الله. السلام عليكم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. نشكر كل واحد قام على هذه الحفلة واستقبلنا هنا، كان استقبال الله يبارك يعني ما شاء الله. ونتمنى التوفيق للجمعيات اللي كيما هكا، جمعيات خيرية هادفة يعني عندها هدف خيري، وحنا معاها، حنا ما يعيطونا في أي وقت نكونوا معاهم ربي إن شاء الله. وشكرا بارك الله فيكم. والله يعني كيما يقولوها الاولى من الاولين، صحه رمضانكم وصحه عيدكم ان شاء الله، وربي يقدرنا ان شاء الله على فعل الخير والجمعيات اللي قاعدين يخدموا في الخير اخويا. وكيما يقول لك الاستقبال مليح، وان شاء الله ربي يوفق جميع واحد قاعد يقوم على الخير وحناني معاه. سما في الدنيا هذه ما كيما يقولوا كيما يقولوها مازال الخير في الاولاد تاعها والشبان تاعها، ماشي يعني حتخرص الدنيا. بربي ان شاء الله كي ربي قدرنا على فعل الخير وخلاص. صحه رمضانكم، صحه رمضان جميع الجزائريين ان شاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا ولو وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اولا وقبل كل شيء، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. اشكر الوالدين يربطني يحفظ سيليني اثنين رباني بلغ الزويغ، اشكر ربي يحفظني الا بد نس الحفلتو سيوب دا سلاق داس ما شاء الله صح سما ويناس دنيت سيوب دا لاق دا مع الوقت النظام الحمد لله اني نجم انوش اني غفنغ بكل نظام بكل ارتياح، لا شكل الفوضى لاش الحمد لله دخل الحمد لله. هذيك عاد تونيا 27 ليله القدر، ليله خير الف شهر رباضي قبل غفنغ قعد الرازن باب سداوي النيت بالليله يوزد الرازن سما طهارت الوضادن ما اناش المناديحيه كاع لين كاع لين ود نيت اني غفس بالاجر المضاعف ان شاء الله رباضي قبل غفنغ يا ربي. عمت الافراح في قاعه ملك حداد، وتعالت تغريد النسوه واجتمع شمل الاهل والاحباب في سهره رمضانيه عبرت عن نفسها بالالفه والتضامن، مصحوبة بفريق الهدوى القسنطينية. حفل شارك فيه ذوي البر والإحسان والجمعيات الخيرية وغيرهم من الأشخاص الناشطين في فعالية النشاط الاجتماعي. جمعية ناس الخير لمدينة قسنطينة كانت حاضرة وبقوة.
السيد عبد الحق طاجوري مفتش ومساعد منسق جهوي لمؤسسة ناس الخير. عكفت مؤسسة ناس الخير على تنظيم تظاهرات واحتفالات على المستوى الوطني خاصة في هذا الشهر الفضيل، ومن بين البرامج اللي رانا نقوم بها في الشهر الفضيل عندنا برنامج ليلة مبروكة على المستوى الوطني، حيث قمنا على مستوى محافظة ولاية قسنطينة بعملية ختان تمثلت في ختان حوالي 40 طفل، وذلك في العيادة المتخصصة بوكرو بولاية قسنطينة. شكر جزيل لمدير الوكالة لمدير العيادة عفوا، وبالتنسيق كذلك هذا الحفل مع مديرية الثقافة دار ثقافة ملك حداد بولاية قسنطينة وسينية الباي. البرنامج هذا تمثل اليوم في تكريم الأطفال بهدايا، وقمنا على غرار كل الجزائريين بعملية الحنة كما يقولوا القسنطينيين، حنينا الأولاد فرحنا معهم، كانت أجواء جد رائعة، أجواء عائلية بامتياز. السيدة العيسوب سهام محافظة مؤسسة ناس الخير لولاية قسنطينة، درنا هذه المبادرة نتاع الختان الجماعي في الولاية نتاعنا قسنطينة لـ40 طفل الحمد الشكر. مؤسستنا تسمى خيرية الحمد لله، قمنا كما شهر رمضان درنا قفطة رمضان في بداية الشهر وفي النصف نتاعو في الليلة المباركة هذه، كان ختان جماعي وعندنا كسوة العيد، هذا من ضمن برنامج مؤسسة ناس الخير. ربي يقدرنا ومازال الخير القدام إن شاء الله، وربي يفرح جميع من واحد محتاج يا ربي وإحنا معه واقفين. السلام عليكم، أيمن طايق محافظ أمين عام محافظة ولاية قسنطينة لمؤسسة ناس الخير. ككل رمضان مؤسسة ناس الخير بكل فروعها على المستوى الوطني تسهر ولإحياء مثل هذه المناسبات الدينية. كان عندنا في رمضان توزيع القفة رمضان في بداية رمضان، ثم قمنا بتوزيع ألبسة العيد للأطفال لحوالي 40 طفل، ثم قمنا في أواخر شهر رمضان وهو اللي جانا في الليلة 27 على غير كل الجزائريين بختان حوالي 40 طفل، قسمناهم على عدة دفعات، هذا تفادي واحترام البروتوكول الصحي المعمول به. نشكر مصلحة بوكرو، نشكر مستشفى الخروب، كذلك نشكر مديرية الثقافة اللي كان فتحت لنا كل بيبان باه نقوموا بهذا الحفل، والحمد لله قدرنا ربي باش دخلنا الفرحه في قلوب الاطفال والاولياء نتاعهم. عائله ثانيه هنا رانا لقيناها، ونشكر مؤسسه ناس الخير وكل من ساهم في احياء هذه الليله المباركه. شكرا. الطربوش وحذاء البابوش، القندوره المطرزه والسروال المدور، القميص الأبيض والقطعة العلوية المصنعة من قماش القطيفة والمطرزة بالفتلة الذهبية كانت على الأطفال حلة كأبناء الأمراء والملوك. تاتا 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 بالصحة لوليدي، بالصحة عقبال زواجك حبيبي. خلي وحدة. هي فرصة للمناسبات الدينية حتى تجتمع العائلة الواحدة من سكان قسنطينة، سهرة التكافل والترابط ومحافظة الحفاظ على النسق العائلي احتضنته قاعة ملك حداد وكل القائمين عليها. الله يبارك، بارك الله فيهم وربي يثبت لهم الأجر إن شاء الله، وحاجة مليحة والله يبارك ما شاء الله، ربي يحفظكم ويحفظ المجموعة كاملة إن شاء الله، وكل شيء مبارك على الجميع. عليكم السر، هاي حفله على الكيف، هاي الله ما شاء الله، كثر خيركم وبحياه رواسيكم وربي يعيشكم ان شاء الله. بارك الله فيكم، نشكركم على الحفل هذا يعني، وبارك الله فيكم، حاجه يعني مليحه بزاف للشعب وزدتوا لمدينه قسنطينه يعني، لها هي يعني حاجه كبيره، وربي يدومها ان شاء الله.
ربي يخليكم ان شاء الله يا رب العالمين، يجمع الشمل ان شاء الله، يرفع عليه هذه الوباء ان شاء الله، وينصركم ويستركم ان شاء الله، ويعيش ربي بلادنا يعني نظيفه ورهيفه عاليه دائما غاليه. ربي يخلي قسنطينه ووليدات قسنطينه ان شاء الله يا رب العالمين، يا ربي العزيز ان شاء الله يدومك ان شاء الله. وصحة رمضانكم على المبادرة اللي درتوها هذه، بارك الله فيكم وربي يخليكم ان شاء الله، وربي يتم الفرح ان شاء الله بالهنا والعقوبة ان شاء الله اللي مازالوا العام الجاي المقبل ان شاء الله. وصحة رمضانكم وصحة عيدكم، بارك الله فيكم، ونشكركم على هذه الحفلة المباشرة هذا يا ربي ان شاء الله، ربي يحميكم ويستركم ان شاء الله، وتعيشوا تحية قسنطينة والجزائر كاملة والشعب الجزائري كامل ان شاء الله، الأمة الإسلامية يعيدوا بخير ان شاء الله، وبارك الله فيكم، بارك الله. تحية الجزائر وتحية أولادها. ربي يكمل ان شاء الله، وربي يفرح الوليدات، وربي يعطي الوليدات ان شاء الله العقوبة الزواج ان شاء الله، والسيزيام والباك والكل، وربي يعطيكم نتوما معاهم. وربي يهنيكم يا بابا، وكلش مبروك يا بابا، وربي يفرح لما ان شاء الله، ان شاء الله يا بابا. ابتسامة مشرقة بكل ما تحمله من فرح وامتنان لكل الحضور لمثل هكذا مبادرات رفعت الحزن والتكاليف الجد باهظة لهكذا مناسبات. لوج الهام فونكسيونير دو ليتا اي بريزيدانت جو فوروم دو لا بيرو دو ولاية تاع المراه والطفل ناس الخير. فوالا حنا اون ترافاي ان ترافاي دو جروب اون بروبوز. انا جي بروبوزي بلوزيغ فوا الحكايه تاع الطهور هذه، وقفت رمضان اي تو سا. حنا مؤسسه خيريه غير ربحيه، الدور تاعنا نرسموا البسمه على على فم الناس. اون اي لا بور تو الموند. Ada l'événement, c'est une organisation où là une préparation de groupe, c'est-à-dire c'était tout le monde qui avait participé. Donc بدوري نشكر مصحة بكر اللي طهرت لنا الوليدات واللي كانت حاضرة بقوة. صينية البيع العارقة في قسنطينة كانت حاضرة وبقوة بمختلف حلوياتها ومرطباتها، وكان لها الفضل في إحياء الحفل وإدخال الفرحة في قلوب العائلات. السلام عليكم، مساء الخير، ونرحب بكل الضيوف اللي قاعدين يشاهدوا فينا اتخافيغ قناة قريا. باسمي الخاص بن عاشور باي وباسم سينية الباي، ان شاء الله يكون علينا رمضان هذا فيه الخير، وليلة القدر هذه ان شاء الله تكون باب تاع الخير ان شاء الله. وحنا رانا كنا حاضرين لهنا مع العائلات القسنطينيه اللي تخدم الاطباق القسنطينيه التقليديه مع جمعيه الناس الخير. ربي يوفقنا ويوفق جميع الناس، وما عندنا حتى خير، احنا اللي نستكثروا خيرهم اللي خلونا اتخافيغ الوليدات هذو نربحوا شويه اجر مع ربي سبحانه، وان شاء الله نكونوا بكل بخير. ونقول لكم بهذه المناسبه السعيده عيد مبارك، والعقوبه العام الجاي ان شاء الله، وربي يوفقنا الاعمال اخرى احنا وياكم ان شاء الله. نشكر قرية تي في على الحضور تاعكم اللي كان قوي، يعني من بدايه الاحتفال حتى الاخر تاعو، وعلى التغطيه هذه المهمه. ان شاء الله تكونوا حاضرين معنا دائما.